هي لا شك يعني لو هناك أسلوب آخر أو آلية أخرى في التعامل مع الكراتين بيكون أفضل، لأنه برضو حجمها مش يعني هالحجم الصغير إنه نضعها على الأرصفة أو في أماكن يعني غير لائقة فيها. الأفضل إنهم يوجدوا آلية أفضل من هذه الآلية الموجودة حاليا لوضع الكراتين فيها. لا شك هي الاعتراض على الشكل وعلى الحجم، بس يعني أفضل ما إنها تكون مرمية على الشارع، إنه يوجد آلية ثانية بحجم أصغر أو إنه يكونوا يعني يتناولوها بأسرع وقت ممكن حتى ما تكونش يعني مبعثرة في الشوارع. يعني جيت فتحت الصبح لقيتها موجودة في على جنب المحل. ما طلبنا ولا سألنا يعني من اللي حطها أصلاً. كنا متوقعين إنه البلدية، لأنه شفنا سيارة هي اللي بتيجي تأخذها من بتدخل الكراتين اللي فيها يوميا، بس مين هي السيارة تابعة البلدية أو شركة أخرى ما نعرفش. هي مفيدة بس برضو بتسبب عوائق كثير ومنظرها مش حضاري، يعني مكان وجودها مثلا مثل هون على الرصيف المشاع، ولما بتتوقف السيارة تشيل الكرتون بتسكر السير كلياته. ثاني شيء المنظر تبعها مش حضاري، منظر يعني مثل سلة دجاج، سلة بط، سلة قرود، يعني طلعوا كيف مش منظر سلة. هاي لازم مكان يكون عند حاوية الزبالة تكون موجودة هناك مكان أوسع، لما السيارة بدها تقيم الكرتون اللي فيها بتسببش أزمة، بتسكرش السير. هون السير بسكر لما بيوقفوا بشيلوا الكرتون منهم. الحقيقة أنا يعني فوجئت بالمدة بوجود هذه الأقفاص المنتشرة على أرصفة الشوارع في مدينة طول كريم، وهي مليئة بالكرتون بالإضافة إلى نفايات أخرى من أكياس قمامة وأوراق وأكياس نايلون، أي أنها تشكل مظهر غير حضاري، إضافة إلى مكره صحية خطيرة جدا وبيئية تؤدي إلى وجود الحشرات والقوارض. وهذا الكلام مرفوض على الإطلاق، لا أعرف ما هو من هو وراء هذا الموضوع وعلى أي أساس وضع، لكن حتى أنها موضوعة بطريقة بدون أي اهتمام أو مبالاة من مسؤول أو من متابع أو صاحب العمل الذي قام بهذا العمل، لأني حقيقة لا أعرف من هو وراء هذا الموضوع. بالأمس بطريق الصدفة، وأنا يعني أمس كانت مغلقة مديرية الصحة، لكن مررت من هنا حوالي الساعة 7 مساء، فإذا بجد أمام مديرية الصحة أمام هذا الباب تحديدا هنا باب المديرية إحدى الأقفاص الموجودة إلى خلفنا الآن موجود أمام المديرية ومليء بالكراتين والقمامة وأكياس عديدة، يعني أن هذه متحركة الأقفاص وتنتقل إلى أي مكان وبالتالي تؤدي إلى مكره صحي، ولا يعقل أن تكون باب مديرية صحة وأي مديرية أي مؤسسة أو حتى تاجر يمارس عمله ويسعى لقوت اليوم أن يكون هذه المكرهة الصحية أمامه. وأنا بعتقد أنه التجار يرفضونها، على هذا الأساس يقوموا بإزاحتها من مكان إلى آخر وتجدها متحركة ومتدحرجة، فبالتالي هذا الكلام يؤدي إلى وجود مكره صحي وأماكن أو بؤر لتكاثر الحشرات والقوارض، وهذا الكلام مرفوض على الإطلاق من ناحية صحية ومن ناحية بيئية ومن ناحية، وأي أعتقدش أنه في مسؤول ممكن يوافق على هذا الكلام. حقيقة أنه هذا الموضوع هي المسؤولية تقع على عاتق بلدية طول كرم، إن هي البلدية المسؤولة عن المدينة ومسؤولة عن أرصفتها وعن نظافتها وعن متابعة كل هذه الأمور، ولا يعقل ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بوضع هذه الأقفاص مهما من كان يكون بدون موافقة البلدية وبدون أن تكون البلدية مشرفة هذا الموضوع بشكل فعلي وتمنع وجود هذه المكارس الصحية. الحقيقة يعني أقفاص النفايات اللي تم وضعها في المدينة يعني تم وضعها بناء على خطة من البلدية، تقدمت شركة يعني تعنى بجمع الكرتون وبطلب لرئيس البلدية الحقيقة أن تقوم بجمع الكرتون من المدينة. وافق رئيس البلدية وأعطاها فترة تحت التجربة، وتبين يعني أنه الكرتون بشكل عندنا يعني ما بين 3 إلى 7 طن يوميا، وإحنا الحقيقة يعني اليوم ندفع رسوم للترحيل. إضافة إلى هذا الحكي يعني منظر النفايات اللي كانت في المدينة يعني كانت سيئة، توضع بالشارع العام على الأرصفة مناثرة بالشارع العام، فيعني فكرة الأقفاص طرحها نقاء البيئة الشركي ورئيس البلدية وافق عليها. طبعا حط تحت التجربة 3-4 سلال خارج نطاق يعني السوق التجاري،
وكانت الفكرة ناجحة. فكرة الأقفاص بدأت بعد العيد الكبير، أما كان شركة نقل البيئة من حوالي سنة تلم كرتون. أما بعد العيد الكبير يعني موضوع الأقفاص يعني صار في طلب من البلدية، مني أنا شخصيا يعني بعد موافقة رئيس البلدية على وضعها في الأماكن التجارية. الأماكن التجارية بتطلع كرتون كثير الآن. يعني كمان إحنا يعني في البلدية خففنا على حالنا، أول شيء عبء الحمول الزائد الطن، يعني من 3 إلى 7 طن برضو مبلغ إحنا ندفع رسوم ترحيل على الطن 50 شيكل. تخيل من تقيمة أنت من 3 إلى 7 طن بيرثدي يعني كل يوم هذا هاي الكمية، فبرضو إحنا يعني مكسب إنه بغض النظر يعني الأمور الثانية. يمكن إحنا بكرة طرحينها عطاء وطرحناها يعني عطاء بانتظار بس فتح العطاءات الآن، لأن صح هاي الفترة كلها تحت التجربة، بكرة بتصير رسمية بعطاء وعطاء، وهاي في كل الضفة الغربية. يعني أنا مستغرب يعني في نابلس في رام الله في جنين في بيت لحم في، يعني على مستوى الضفة الغربية هاي الشركة بتشتغل، مش هي لحالها يعني عندها شركات بتلم كرتون، هي مستفيدة والمجلس المحلي مستفيد. إحنا وأنا مسؤول عن كلامي، لم توضع أي سلة في المدينة بدون استشارة أصحاب المكان أو أصحاب المخازن. وضعت هاي السلال، اسمحي لي، وضعت هاي السلال باتفاق مع أصحاب المحلات وأصحاب المراكز التجارية، وأنا مسؤول عن كلامي وأبدو موافقتهم. ما أتى أي اعتراض على أي سلة في المدينة تم وضعها من قبلي أنا أو بمعرفتي أنا شخصيا، ما تم أي اعتراض عليها. اللي قدم اعتراض أو شكى عليها ممكن يكون فيها سوء استخدام، مش يعني مواطن، ومواطن بغلط، احنا كافيين نعالج هذا الغلط وعندنا استعداد نعالجه بطريقتنا الخاصة. الآن يعني حصر هاي الكرتونة في سلة أفضل ما تكون على الشارع العام، في الأرصفة على الأرصفة ما وجد رصيف. يعني أنا بتذكر يعني بجوز سلة هاي عن جمال عبد الناصر على الرصيف، بس يعني الموضوع انه ليش احنا حطيناها على رصيف وبجانب السوبر ماركت، لانه السوبر ماركت يعني كان للاسف نحاول بعيد عنه 10 متر ما كان يلتزم، فاضطرينا نحطنا السلة على رصيف جنبه بموافقته. طيب. والان وضع النفايات فيها، وضع الكراتين فيها كويس يعني.